قضيتي ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا الصباح وشعاراتها أبناء الغبائل وسن الحقايق وعلى بركة الله ينطلق الشوط 30 وشوط الختام نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز والبداية أول الأسماء كرارة بشعار عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ المري يقدم لنا كرارة مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وثاني التحديات وصلت القادمة والمنطلقة وصل شعار الدوسري يتقدم مع ثاني الأسماء وسوف تأتينا معلوماتها بعد قليل. ثالث المراكز وصلت القادمة والمنطلقة المسحبية بشعار فهد بن علي بن عبد الله المهندي مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت مهمة بشعار ناصر بن محمد بن ناصر المري يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل شعار الزعبي يتقدم مع خامس المراكز وأيضا وصل القادمة من تسللت إلى خامس المراكز الشاهينية بشعار راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري يتقدم مع خامس الأسماء. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة ونعود إلى الصدارة نعود إلى كرارة. عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ المري يتقدم مع كرارة مع أول الأسماء أول الشعارات. ثاني المراكز وهناك المسحبية بشعار فهد بن علي بن عبد الله المهندي يتقدم مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز شعار الدوسري يتقدم مع ثالث المراكز مع ثالث التحديات ثالث الانطلاقات. رابع المراكز القادمة والمنطلقة وصلت صدى محمد بن طحنون بن جابر آل جبران المري وخامس المراكز وصلت القادمة الجزيرة حمد بن مبارك بن محمد آل أبو سعيد الخير مع خامس المراكز ونعود إلى الصدارة نعود إلى البداية نعود إلى شعار بن حفيظ يتقدم مع كرارة. كرارة بشعار عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ المري يقدم لنا كرارة على أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا شعار المهندي يتقدم مع المسحبية تتقدم المسحبية بشعار فهد بن علي بن عبد الله آل بن علي المهندي مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل القادمة الجزيرة حمد بن مبارك بن محمد آل أبو سعيد الخيارين ورابع المراكز صدى محمد بن طحنون بن جابر آل جبران المري. خامس المراكز وصل شعار عبد الله بن حزام الزعبي يتقدم مع خامس المراكز وأيضا وصلت مهمة ناصر بن محمد بن ناصر آل بطحة المري يتقدم مع خامس الأسماء. ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى ابن حفيظ. ابن حفيظ يتقدم من بداية الانطلاق وهو على الصدارة يقدم كرارة. عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ المري مع أول الأسماء. ثانيا الجزيرة حمد بن مبارك بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. ثالث المراكز وصلت القادمة والمنطلقة وصل شعار المهندي يتقدم ويقدم لنا الاسم القادم. هناك المسحبية فهد بن علي بن عبد الله بن علي المهندي. ورابع المراكز وصلت مهمة ناصر بن محمد بن ناصر المري وايضا نرى شعار الشرس راشد بن بطي الزعبي يتقدم مع الاسم القادم ويقدم لنا رمس سعيد بن بطي الزعبي. من خيرت ومن تقدمت رمس من مركز الى مركز وهي تخير الى ثاني الاسماء. ولكن كرارة كرارة بشعار بن حفيظ عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ. ولكن الله 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 رمس ماذا فعل يا الشرس في هذا الصباح؟ ماذا التميز في هذا الصباح يا المقامر؟ والنقطة الرابعة والسوبر الهاتريك لشعارك يا الشرس لشعارك يا المقامر. ما هذا الإبداع؟ ما هذا التميز؟ ما هذا الانطلاق المميز في هذا الصباح؟ الله 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 بدأ هذا الشعار بالظهور بدأنا بالاقتراب من
مهرجان المؤسس، وأيضا ظهر هذا الشعار يقول ترقبوا المفاجآت في مهرجان المؤسس. الله الله يا رمز، مشكور يا المقامر، مشكور يا الشرس، الله الله الله. والسوبر الهاتريك، شعار ليان وشعار زمارة وايضا شعار لملومة. الله يا الشرس، مشكور يا راشد بن بط الزعبي، تهانينا والناموس لرمس، ونهني سعيد بن بط الزعبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والسوبر الهاتريك في هذا الصباح. ثاني الاسماء وصلت، ثاني الاسماء بلشة بشعار جبر بن عبد الله بن جبر المخضب الهاجري، وثالث المراكز، ثالث المراكز كانت هناك خبر بشعار تركي بن سعيد اللجبع الخيارين، ورابع المراكز مهمة ناصر بن محمد بن ناصر المري، وخامس المراكز صدى بشعار محمد بن طحنون بن جابر الجبرال المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك رمس سعيد بن بطي الزعبي والسوبر الهاتريك يا المغامر، 6:12.36 جزء من الثانية. أيضا تهاني والناموس لفهد بن محمد الزعبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصلت، ثاني الأسماء خبر والتوقيت الزمني 6:19.38 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لتركي بن سعيد اللجبع الخيارين، وثالث المراكز كانت هناك بلشة، والتوقيت الزمني 6:19.44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجبر بن عبد الله بن جبر المخضبة الهاجر.